الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام أحييكم تحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي للبكار الحقائق من مسافة 3 كيلومتر. ونرحب بكل من شارك في هذا الشوط، هنالك أسماء عديدة وشعارات مختلفة في هذا الشوط. هنا من تنطلق بمقدمة الشوط، الكايد أهمل تنطلق بالمركز الأول، عيد بن مبارك العمراني نقلة على المركز الثاني، معزة وعبد الرحمن بن عبد الله البلوي تسيطر في ثاني المراكز. المركز الثالث العنود وصلت في هذه اللحظة للشيخ سالم بن عياده الغنام الحويطي، تصل في هذه اللحظة. المركز الرابع الزود، الزود وما عليها زود للسيد سيدان بن بشير البلوي، عملية تضميرها عند سيد ناصر بن بشير البلوي. وخامس المراكز تعليق في خامس المراكز، جزء محمد بن جزاع بن ساعد المصبح العطوي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، نداؤنا للخمس المراكز الأولى. نعود إلى الكايدة، الكايدة وعيد بن مبارك العمراني، يا سلام، هي من تسيطر على مقدمة الشوط وتسيطر على مجريات هذا الشوط. ولكن معزة، معزة وعبد الرحمن بن عبد الله البلوي تسيطر في ثاني المراكز. المركز الثالث العنود، العنود يا سلام، تتحرك العنود للشيخ سالم بن عياده الغنام الحويطي. ورابع المراكز الزود، زيدان بن بشير البلوي تسيطر في رابع المراكز، عملية تضميرها عند السيد ناصر بن بشير البلوي. المركز الخامس وصلت نهابة، نهابة يا سلام يا نهابة، وشايم بن سند الشمري من تسيطر في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. نعود إلى معزة، معزة والعنود، يا سلام، الله الله يا معزة، عبد الرحمن بن عبد الله البلوي، ولكن العنود، العنود يا سلام، من غيرت وخذت المركز الأول للشيخ سالم بن عياده الغنام الحويطي. يا سلام العنود ومعزة، العنود ومعزة، يا سلام، ما شاء الله وتبارك الله. تنطلق العنود بمقدمة الشوط بدون أوامر حتى هذه اللحظة، والملاحقة من معزة للسيد عبد الرحمن بن عبد الله، ونهابة وصلت وإنجاز وزاد، يا سلام الله، ما شاء الله وتبارك الله. انطلقت العنود ومعزة، إنجاز نهابة، يا سلام يا سلام، ولكن معزة هدمة، ولكن إنجاز، الله يا إنجاز، إنه مفلح بن حمود البلوي وتيسير بن عوض البلوي، يا سلام يا معزة، مع ماجد بن ضويعن الحويطي غيرت وخذت المركز الأول، ما شاء الله وتبارك الله. هذه يا معزة تيسير بن عوض البلوي، وإنجاز والزور ونهابة، يا سلام، الله الله، مغزة مغزة لسيد تيسير بن عوض البلوي، ما شاء الله وتبارك الله. تهانينا والنبوس لتيسير بن عوض البلوي على فوز معزة بالمركز الأول. المركز الثاني نهابة وشايم بن سند الشمري، وثالث المراكز معزة عبد الرحمن بن عبد الله البلوي، والمركز الرابع إنجاز مفلح بن حمود البلوي، وخامس المراكز العنود للشيخ سالم بن عيادة الغنام الحويطي. تا
تهانينا تهانينا والناموس لتيسير بن عوض البلوي على فوز معزة بالمركز الأول، وتهانينا للمضمر ماجد بن ضويع عن الحويطي حيث قطعت مسافة 3 كيلومتر 4:39 31 جزء من الثانية. تهانينا والناموس إلى جميع الفائزين.